شباب من جنسيات مختلفة أخذوا على عاتقهم تأسيس جمعية شبابية أطلقوا عليها اسم بروجكت إنسيرت لتكون منارة تحفظ دينهم وهويتهم الإسلامية وفق تعاليم الدين الإسلامي السمح الداعية إلى التعايش والتواصل من جهة وطبقا لمبادئ الدستور السويسري من جهة ثانية. أنا جد فرحة بتواجدي هنا في هذه الجمعية لأنني أستفيد من العديد من الخدمات التي تقدمها للشباب المسلم، كما ألتقي بالأخوات هنا ونتحاور حول المواضيع التي تهم الشباب المسلم بصفة خاصة والشباب بصفة عامة، كما نستفيد من المحاضرات والدروس الدينية التي يقدمها مجموعة من الدعاة، هذا فضلا على أن أبواب الجمعية مفتوحة للجميع بما في ذلك شباب الديانات الأخرى. وتهدف الجمعية إلى توحيد جهود شباب المسلم في إطار كيان مستقل والدفاع عن مصالحهم لدى السلطات السويسرية وتشجيعهم على الاندماج الإيجابي في مجتمعهم مع الاعتزاز بهويتهم الإسلامية، كما تسعى إلى المساهمة في محاربة ومعالجة كل أنواع الانحراف والإدمان والجريمة والتطرف في صفوف الشباب وإشاعة مبادئ الحوار والتواصل بين الديانات والثقافات الأخرى. تأسست الجمعية في أبريل من السنة الحالية بغية تحقيق مجموعة من الأهداف في مقدمتها أن تكون نقطة التقاء الشباب المسلم لتدارس مشاكلهم ومتطلباتهم، كما تعمل على إبراز الوجه الحقيقي للشباب المسلم في سويسرا وقدرته على المساهمة في تقدم المجتمع الذي يعيشون فيه، فضلا على كون هذه الجمعية تعتبر المتحدث الرسمي مع السلطات السويسرية وشريك في إيجاد الحلول لمجموعة من المشاكل التي يعانيها الشباب بصفة عامة، إضافة إلى العمل بشكل دائم على التواصل والحوار مع باقي الديانات الأخرى. واحد كونتاكت على المشاكل مع الشباب المسلمين باش يكون عنده كونتاكت باش يعرف مع من يهضر، يقدر يجي عندنا مثلا على غاديكاليزم ولا مثلا على المشاكل بحال كاينين يعني لي زورغانيزاسيون ديال الشباب كيجيو عندنا كيسولونا يعني بالنسبه للالكوهول ولا الكارو شنو يعني كيفاش نهضروا مع هذوك الشباب. يعني احنا بغينا نكونوا واحد كونتاكت يعني مستقبل للدولة باش يعني باش يكون عندهم كونتاكت حتى مع المسلمين. ويحرص القائمين على الجمعية على استدعاء مجموعة من الدعاة الذين لديهم إلمام بالمشاكل الاجتماعية للشباب وتوضيح سبل علاجها مع ضرورة تحديث الخطاب الديني والتواصل معهم باللغة التي يفهمونها حتى يستطيعوا أن يشعروا بمشاكلهم، ومن ثم التأثير عليهم وإقناعهم بالأعمال الصالحة والمفيدة لهم وللمجتمع الذي يحيون فيه. الشباب تاع هنا ما كيبغيوش الشيوخ اللي ما كيهضروش اولا اللغه ديالهم، هذه اول حاجه. يعني الا جبتي واحد شيخ مثلا من المغرب قدر يجيب ناس كثير، ولكن الشباب اللي هما يعني المقصد ديالنا هنا ما غاديش يجيو حين ما غاديش يفهموا. عندنا هنا شباب من المغرب، عندنا شباب من باكستان، عندنا شباب من تركيا، عندنا شباب من سويسرا، يعني سويسريين اللي ولاو مسلمين، وعندنا يعني اطراك وكل شيء. يعني احنا اللغه اللي كنهضروا هنا في هذا البروجيكت انسرت الحمد لله كنهضروا الالمانيه. أجد أن اجتماع شباب المسلم بهذا المكان هو جيد جدا، إذ يمكن الشباب من التعرف على دينهم بطرق صحيحة تتماشى وعقليتهم. فالمشاكل التي نعاني هنا الآن ناتجة عن عدم فهمنا لديننا الحنيف بشكل صحيح، فقتل الأولاد أو النساء بغير حق مثلا غير موجود في القرآن الكريم، لذلك يجب علينا توجيه الشباب التوجيه الصحيح الذي يخدم دينهم ودنياهم. وحسب دراسة علمية أجرتها جامعة نيوشاطيل حول موضوع الشباب والتدين والتي شملت 800 شاب من أصول إثنية مختلفة وانتماءات دينية متعددة تتراوح أعمارهم بين 16 و19 سنة في كانطوني نيوشاطيل ولوتسيرن، فإن الإحصاءات الواردة في هذه الدراسة تشير إلى أن 80% من الشباب المسلم في سويسرا يراعون نسبيا القيم الدينية في اختيار طعامهم، وأن 50% منهم يحرصون على ألا تكون ملابسهم مخالفة لما ينص عليه دينهم، وأن 90% منهم يشددون على تربية أبنائهم في المستقبل وفق تعاليمهم الدينية. تحديات كثيرة يواجهها الشباب المسلم في سويسرا من أجل تحقيق موازنة بين الاندماج في المجتمع الذي ولدوا ويعيشون فيه من جهة، وبين المحافظة على الهوية الإسلامية من جهة ثانية. الغالي محمد رشاد زوريخ.